قررت وزارة التربية تأجيل امتحانات السادس الإعدادي إلى الأول من شهر أيلول القادم بعد جلسة تشاورية مشتركة بين وزارة التربية ولجنة التربية في مجلس النواب. أما في جامعة الأنبار فقد توافق خريجو قسم الجغرافيا في كلية التربية للعلوم الإنسانية على أن يستبدلوا فعاليات التخرج التي حالت دون إقامتها جائحة كورونا بمبادرة خيرية وإنسانية. كيف يمكن أن تسير الأمور مع طلبة السادس الإعدادي لهذا العام بعد تفشي جائحة كورونا وقرار التأجيل اللي أصدرته وزارة التربية؟ وهل يمكن أن تلهم مبادرة طلبة قسم الجغرافيا في جامعة الأنبار لمبادرات طلابية مماثلة؟ السلام عليكم. بعد جلسة تشاورية مشتركة بين وزارة التربية ولجنة التربية في مجلس النواب تم إقرار تأجيل امتحانات السادس الإعدادي إلى شهر أيلول بسبب جائحة كورونا وارتفاع درجات الحرارة، وكذلك مراعاة للمطالبات اللي رفعها أولياء أمور الطلبة للنظر في ظروف طلبة السادس الإعدادي. الجلسة ثبتت مواعيد امتحانات طلبة الدراسة الخارجية في 8 من شهر آب المقبل، وعلقت على مقترح اعتماد المعدل التراكمي برفضه حفاظاً على رصانة الشهادة العراقية الممنوحة للخريجين. كما أن وزارة التربية أعلنت اليوم عن جدول امتحانات الطلبة الخارجيين للدراسة الإعدادية بكافة فروعها للغتين العربية والكردية، بالإضافة إلى امتحانات الدور الأول لمدارس خارج العراق. الآن راح نفتح الاتصالات للطلبة طلبة السادس الإعدادي للتعبير عن رأيهم إن كانوا يريدون تأجيل أو يريدون تراكمي، وحتى طلاب الخارج راح ننظر بهذا الموضوع، وكذلك راح نستقبل الأستاذ حيدر فاروق المتحدث باسم وزارة التربية حتى نكون على اطلاع كامل بهذا الموضوع. الآن وياي محمد سلمان عبد الأمير طالب من بغداد. مرحبا محمد. ألو، السلام عليكم. شلونك؟ وعليكم السلام، حياك الله محمد. طبعا تحيه لك وتحيه قناتكم الموقره، والله يحفظكم. استاذ، بالمناسبه على الامتحانات، الامتحانات هي تاجلت من الشهر الثامن الى الشهر التاسع زين نتيجه ظروف انتشار فيروس ما يقارب من 2000 الى 2500 اصابه في اليوم زين. وزاره الصحه كانت صريحه بان الفيروس انتشاره من الدرجه الثانيه راح يكون في الشهر التاسع، بالاضافه الى قرار التعايش مع الفيروس زين. انت تدعو الى تراكمي صح محمد؟ نعم استاذ. هذا الشيء اللي بيصير راح يخليهم ياجلون كل ما تقرب مواعيد الامتحان، وراح تصغر الدائره وراح تنقلب الطاوله وما يبقى امامهم غير بس اختيار المعدل التراكمي الاختياري. احب اوجه لحيدر فاروق. استاذ حيدر فاروق، انت متحدث عن وزاره التربيه. وزارة التربية حاليا وضعت نفسها أمام الله عز وجل، يعني أنت تخيل العالم كله من المؤسسات الطبية والصحية ما قادر يحل موضوع فيروس حجمه أصغر من حجم الذرة لا يرى إلا بالوجه. يجون أنتم تخلون قدرتكم أمام قدرة الله عز وجل، وتريدون تحافظون على حياة أكثر من 450 ألف طالب معرض لإصابة بفيروس محتوم. هذا الشيء اللي دا يصير، يعني ما ممكن مننا شهر محمد يعني ما ممكن مننا شهر مثلا انه يعني فجاه ولقوا علاج الى وخفت الاصابات مننا شهر، يعني على الاقل يكون الوضع احسن. استاذ وزير الصحه قال انتشار الفيروس الدرجه الثانيه، ومع ذلك اللي هو التعايش مع الفيروس راح تكون الاصابات مضاعفه للاصابات اللي نشوفها حتى حاليا. اليوم 2000 تجاوزت حاجز ال 2450 اصابه. استاذ هذا الشيء اللي يصير، استاذ هذا الشيء اللي يصير يؤدي الى اي حد؟
يعني الى اي حد تصل للرقاعة، انه هو يخلي قدرته امام قدرة رب العالمين ويريد يعرض حياة 450 الف طالب للخطر. قال حيدر فاروق انت تفهم انا جاي احكي، راح تصغر الدائرة وراح تنقلب الطاولة وراح يبقى الوضع على ما هو عليه الان. أي. وما راح يبقى عندكم غير خيار المعدل التراكمي والخيار. طيب بس التربية تقول معدل التراكمي راح يأثر على رصانة التعليم بالعراق، ما اقدر اسوي لك يعني تراكمي. احنا وضحنا بكل القنوات انه احنا خارجين من الرصانة من سنة 2018. صحيح. الرصانة احنا محسوبين على الرصانة. نعم استاذ. صحيح. بس معدل التراكمي للسيارة هو صحيح. صحيح. العراق طلع من مؤشر التعليم العالي ب 2018، لكن لا تنسى اذا اختاريت تراكمي قدامك امتحان دخول للجامعات وهذا ما موجود بالجامعات. وزارة التربية تطلبه من وزارة التعليم العالي، يكون اختبار للطلبة من وزارة التعليم العالي ثم زين. دخولهم الى الجامعات. يعني ايضا اللي يريد يدرس برا العراق ما راح يخلوه، يعني التراكمي ما معترف به بالدول المجاورة. استاذ حاليا احنا نمر بظروف استثنائيه. أيه. هذا وضعنا مو مثل دوره عبد الكريم قاسم سنه 55 و56. أيه. كان اذا تتذكر حرب الخليج، هذا الشيء استثنائي، ظرف يمر به العالم اجمع. زين. الكره الارضيه كلها حاليا احنا بقينا الوحيدين، الكويت، الامارات، السعوديه، بريطانيا كلها عندها. أيه. خيار المعدل التراكم والاختياري. أيه. تجي انت يعني نفوس الطلبه، الطلبه بدت حاليا تموت، النفسيات تدمرت. زين. يعني يجي كل ما قرب الامتحان يقول لك تاجلت الامتحانات. طيب احنا نفسيتنا حاليا صارت صفر. انا جدا اشكرك. يعني انا حاليا عن نفسي بقت الامتحانات، ما بقت الامتحانات انا ما تعبت. زين، شكرا لك محمد لمشاركتك ويانا. مؤمل رحيم، مرحبا مؤمل. مؤمل تسمعني؟ زين. شكرا لك محمد لمشاركتك ويانا. مؤمل؟ مؤمل تسمعني؟ مؤمل؟ طيب مؤمل يمكن ما يسمعني؟ مؤمل؟ مؤمل؟ الو؟ حياك الله، تفضل مؤمل. مؤمل تسمعني؟ بس انا ما اعرف انت انت فاتح تلفزيون، فاتح الحلقه على البث المباشر، بس نصيهن حتى تقدر تسمعنا من التلفون. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. تفضل مؤمل. طيب. السلام عليكم. مؤمل بس بلا زحمه عليك، نصي الجهاز اللي دا يرجع الصوت علينا. انا ما اعرف هل انت فاتح تلفزيون، فاتح بث مباشر، نصيه حتى اقدر استقبل صوتك. هسه تسمعني؟ هسه تسمعني زين مؤمل؟ تجادي عن المعدل التراكمي. مؤمل. الو طبعا الصوت ماكو، ما واضح. طيب انا اشكرك مؤمل لمشاركتك ويانا. من ويانا؟ خلي نشوف اراء المواطنين على السوشيال ميديا، كثير من ردود الافعال والتعليقات كتبت على منصات التواصل حول قرارات وزارة التربية، خلينا نطلع على بعضها. المحامي حسين العلي وجهت نظرة يمكن ما تعجب هواية من طلبة السادس، يقول قرار التأجيل لموعد الامتحانات السادس الإعدادي إلى 1/9 هو قرار رد فعل على مطالب الطلبة سواء بالتأجيل أو المعدل التراكمي، واعتبر قرار غير مدروس ولا يقدم أي فائدة، لأنه ماذا سيتغير عن الموعد المقرر سابقاً بخصوص كورونا. أنا مع إقامة الامتحانات مثل ما يقول المحامي حسين العلي. زيد يقول سالفة تضوج، بعدما التربية أنطت قرار تأجيل امتحانات السادس والطلاب رجعت تقرأ، ما زالت جروبات بأعداد كبيرة كلش تطالب بالمعدل التراكمي اللي إذا طبق راح تصير الدراسة العراقية عبارة عن مهزلة فوق المهزلة اللي بيها هي هسه، هواية طلاب راح تاخذ معدلات ما تستحقها، وبنفس الوقت طلاب هواية راح تنظلم. الأستاذ حيدر فاروق المتحدث باسم وزارة التربية، مرحبا بك أستاذ حيدر. يا
حياك الله واهلا وسهلا بك، الصحة والسلامة لكم ولجميع مشاهديكم وللشعب العراقي وللعالم اجمع، والتوفيق والنجاح ان شاء الله دائما لكل طلابنا ان شاء الله. استاذ حيدر، يعني الطلاب العراقيين انقسموا بشكل كلش كبير، يعني ناس تريد تراكمي، ناس تريد تاجيل، ناس تقول لك انتم يعني انتم اللي تطالبون بتراكم وتاجيل، ايش سويتوا بينا؟ وصارنا شهرين ندق ونقرا حتى نمتحن بالثامن وجيتوا اجلتوا، هم راح نرجع نمتحن، وايش قد هي الفرق؟ كلها حتى اقل من شهر التاجيل، انا ايش اسوي هسه؟ فالطلاب كلش منقسمين، يعني قرار وزارة التربية الآن بعد ما اجتمعت بلجنة التربية النيابية وقالت إنه تأجيل لـ 1/9، على ضوء ماذا قررت الوزارة التأجيل؟ بداية هي لم تكن الوزارة فقط هي من أجلها، نعم 1/9 مثل ما شاهد حضرتك، مثل ما تتابع هناك كثير من الآراء وهناك انقسام، هو أصلا قبل أن يقرر على تأجيل الامتحان إلى الأول من أيلول المقبل. كان الموضوع يعني هناك من يطالب بتراكمي، هناك من يطالب بتراكم اختياري، هناك من يريد أن يؤدي الامتحان النهائي، هناك كثير من هناك من يريد أن يؤجل. كل هذه هي الأمور أنه هي في صراعات مع الطلبة، وكلهم لديهم أسبابهم، وكلهم والكل لديه آراء، لكن وزارة التربية كانت ماضية على خير. نعم. بالأمس كان هناك اجتماع تشاوري، اليوم إذا ما تحدثنا عن لجنة التربية والتعليم هي لجنة أو هم نواب تم اختيارهم من قبل الشعب، بالتالي هم ممثلين عن الشعب يحملون مناشدات الشعب. كان اليوم أمس الاجتماع هو من قبل الأستاذ حسن كريم الكعبي النائب الأول رئيس مجلس النواب، وطلب أن يكون هناك اجتماع. هذا الاجتماع تشاوري، اليوم وزارة التربية اللجنة الدائمة للامتحانات، المديرية العامة للتقويم والامتحانات، وزارة التربية هي المسؤولة عن اختبارات وامتحانات الطلبة. تم مناقشة أيضا الموضوع التراكمي، بالتالي وزارة التربية أقنعت اللجنة بأنه الموضوع المعدل التراكمي هو قانونيا لا يجوز حتى وإن كانت هناك ظروف استثنائية. تم إنهاء ملف موضوع المعدل التراكمي. كان هناك بسبب يعني ممكن حرارة الجو إلى ما شابه ذلك أنه ممكن أن تؤجل الاختبارات إلى الأول من أيلول، بالتالي تم الاتفاق على تأجيل الاختبارات إلى الأول من أيلول. كانت هناك أيضا من ضمنها مناشدات، هناك أشخاص يتخوفون من أن تجرى الاختبارات في هذا الوقت. أستاذ حيدر، طلبة قدموا مناشدات أي أنهم لم يكملوا المواد لحد الآن، لكن هناك أيضا طلبة في الجانب الآخر يريدون أن يؤدوا الاختبارات، يؤدون الاختبارات في هذا الوقت، وهم قد أرهقوا وأطلبوا وأحبطوا كثيرا من كثرة التأجيل. خلينا أستاذ حيدر يعني نأخذ مؤمل يبحث عن التأجيل وآية تبحث عن التراكمي، أو بالعكس يمكن أنا افتهمت، خلينا نأخذ آرائهم حتى نرجع نطرحها على جنابك. مؤمل مرحبا بك. السلام عليكم، شلونك؟ وعليكم السلام، حياك الله. قبل ما ابدي بالحديث اشكر قناتكم، طبعا هذا ثاني لقاء وانتم القناه الوحيده اللي تركض ورا الطلاب وتساعدهم، حياك الله. الان استاذ حيدر فاروق يسمعك وهو المتحدث باسم وزاره التربيه، انت مع تراكمي لو تاجيل مؤمل؟ مؤمل انقطع، خلي انتقل الى ايه من بغداد. مرحبا ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا لقناة الفلوجة لأنه لبت المناشدة مالتنا. حياك الله. آية، أنت مع التأجيل ولا مع التراكمي؟ لا، أنا مو مع التأجيل وضد فكرة التأجيل، لأنه ليش وقت إحنا راح نظل نأجل بالامتحانات؟ زين. أنا مع فكرة التراكمي لأنه التراكمي راح ينفع هواية طلاب، والتراكمي الطلاب اختاروا، وراح يكون التراكمي اختياري، يعني ما راح يأثر على أحد. زين. اللي يريد يمتحن خليه يروح يمتحن بصون والحفظ، ان شاء الله يمتحن ويرجع بالسلامه. بس احنا يعني كطلاب اكثر شيء اختارينا التراكم الاختياري، اصلا الطلاب ما يريدون يمتحنون، ومو بس الطلاب اللي معدلاتهم ناقصه ما يريدون يمتحنون، بالعكس عندنا طلاب وطالبات معدلاتهم كلش عاليه وما يريدون يمتحنون. زين. لانه هذا الامتحان راح تكون بيئه نفس. زين. ويعني
هواية طالبات وطلاب مصابين مرض كورونا، يعني شلون راح نقدر نروح نمتحن وياهم اذا مو هم مصابين في اهلهم، فراح يكونون هم ملامسين. فتعرف انت اجواء الامتحانات انه تجمعات وناس تاخذ مفتاحه وناس تاخذ مفاطه وناس تقعد تسولف وناس تقعد تراجع، فيعني راح يصير اختلاط. لا تقول لي ما راح يصير اختلاط، واحنا من راح نطلع من البيت لحد ما راح نرجع للبيت حيكون احنا معرضين للخطر. يعني زين خلينا نشوف استاذ حيدر شو يرد على هذه النقطه. ايه لو سمحتي، كلها هاي اجواء غير مناسبه للامتحان. طيب. والامتحان راح يكون فتره صعبه كلش. نعم. والطالب اختار التراكم الاختياري، شنو دا يمنعهم انه ما يقررون؟ طيب خلينا ننقل هاي النقطة آية اللي لأستاذ حيدر حتى نفتهم أكثر. شكرا لك آية. أستاذ حيدر يمكن جنابك سمعتها الآية وكان هي كانت تحكي. طيب الرد الرد لجنابك يعني بالحديث عن المعدل التراكمي، كان هناك نقاش بالأمس مع لجنة التربية والتعليم، وكان هناك قبلها أيضا بيان صدر من وزارة التربية لماذا لا يكون هناك معدل تراكمي. بغض النظر عن كل الأسباب، اليوم حينما نتحدث عن معدلات مفاضلة من خلالها يقبل الطالب في الجامعات العراقية والكليات العراقية وكل حسب استحقاقه، يكون المقياس واحد، هي أسئلة واحدة، وهنا يتبين مدى ذكاء الطالب، مدى عبقرية الطالب، مدى اجتهاد الطالب، مدى قراءة الطالب. المقياس واحد اللي هي الأسئلة الوزارية، وعلى أساسه يتم هناك معدلات وهناك مفاضلة. نعم. بغير ما ذكرنا أيضا مع أسباب أخرى، المشمول بنظام التحميل لا يمكن أن احتساب معدل تراكمي إذا كان طبعا إذا كان غير اختياري. لكن بما أنه تحدث فيه عن موضوع الاختياري التراكمي الاختياري، فلا يمكن أن يتم قياس مجموعة على حساب مجموعة أخرى. يعني اليوم أنا لو أديت اختبارات الصف السادس الإعدادي إلى قسمين، إلى قسمين ممكن إناث وذكور، وأعطيت أسئلة للذكور ممكن أنه الامتحانات الذكور في 8/8 ممكن، وامتحانات الإناث في الأول من أيلول فرضا. هل راح يكون هناك مقياس عدلي ومتكامل بين أسئلة الإناث وأسئلة الذكور؟ ممكن الذكور يقولون أسئلة الإناث أسهل، وممكن الإناث يقولون لا أسئلة الذكور أسهل. لذلك نحن نضع أسئلة واحدة والجميع يؤدي الاختبار في هذه الأسئلة، وتتبين المستويات الفكرية والذهنية في هذا الاختبار. هذا عن التراكمي. أما في الاختبار، يعني كل محبتي واعتزازي واحترامي لأختي العزيزة، لبنتي العزيزة آية، موضوع أني أطلب مساحة وأطلب مخطاطة وأطلب أو تجمعات، هذا الوعي الموجود لدى يعني اليوم أصغر طالب في الصف السادس الإعدادي هو عمره 14 سنة وإنسان واعي. أنا اليوم إذا أعرف هذا المرض، ليش أنا إذا أتقرب على صديقي ليش أنا ما أخذ مساحتي ومخطاطي وقلمي وكل أدواتي وياي؟ زين حتى نقنع آية أكثر. أستاذ حيدر، يعني شنو الإجراءات اللي راح يتم اتخاذها حتى يكون أداء الامتحان سليم ومن جانب صحي أيضا سليم؟ سيدي العزيز، وزارة التربية استعدت بشكل كامل من خلال التعاون عالي المستوى بين وزارة الصحة، وزارة الداخلية، الدفاع المدني، هيئة الحشد الشعبي، بتعقيم وتعفير المراكز الامتحانية، خارطة الجلوس بين شخص وشخص أكثر من متر، تهيئة الكمامات، القفازات، المواد المعقمة، القاعة الامتحانية الواحدة من 9 إلى 11 شخص بما فيهم المراقب، فحص جميع من يدخل إلى هذا المركز الامتحاني قبل الامتحان. كل هذه التدابير اتخذتها وزارة التربية. لذلك عندما أجل الاختبار إلى الأول من أيلول، وزارة التربية كي لا تدفع هذه الاستعدادات سدى، وكي يكون طالب أو المتقدم على الامتحان الخارجي في وضوح من أمره، بما تحدث أنه وزارة التربية اليوم ليس لديها أي نية بإقامة امتحانات تمهيدية للمتقدمين على الامتحان الخارجي، وزارة التربية حينما تم تأجيل امتحانات الطالب المنتظمين إلى الأول من أيلول، وضعت جدول للمتقدمين على الامتحان الخارجي على أن يكون في الثامن من آب هي الامتحانات التمهيدية للمتقدمين على الامتحان الخارجي. زين، ابقوا وياي لو سمحت أستاذ حيدر. مؤمل من بغداد، مرحبا مؤمل. السلام عليكم. عليكم السلام مؤمل، باختصار لانه الظاهر الخط ده انقطع وياك، يا ريت يعني اعطيني فكرتك على السريع. طبعا نقدم شكر لقناتكم، لان هي القناه الوحيده الابيه واللي تستقبلنا واللي يعني تناشد عنا، و
ولا قناة حاليا قابلت ويانا ولا سمعت مناشداتنا. واشكر استاذ فاروق على اهتمامه ووجوده ويانا بالقناة. استاذ بس كلمة واحدة لحيدر فاروق عن يقول كمامات وقفازات انه يلبسوها وتعفير وتعقيم. هم المستشفيات الدكاترة حاليا اعدادهم بالمئات حتوصل من اصابات فيروس كورونا، هم لابسين كمامات وهم دكاترة معتنين بصحتهم اكثر ومهتمين بها اكثر، يعالجون الموضوع ويصابون بفيروس كورونا. اخو ما توقف الحياة مؤمل، يعني هاي لازم نتخذ القرارات والله ونتوكل، يعني نكون واقعيين، نلبس يعني كمامات، نلبس شفوف، نعقم، نبتعد عن الطلاب، ما نطلب مساحات ومقطاطات، ما نراجع برا شو اسمه. صحيح استاذ محمد، احنا نقول حل يكون واقع، يعني مو بس يكون حل يضمن لنا حياتنا، يعني حل مو بس تأجيل. تأجيل كورونا قابل حتوقف الواحد تسعى الاستاذ احمد، يعني محمد حتوقف كورونا، يعني 8/8 الامتحان او 1/9 ترى ماكو فرق بالاصابات. فيروس كورونا موجود وترى الاصابات مو كلها، حاليا ماكو ناس بتنصاب بفيروس كورونا بعدين يكتشفوها، شوفوه بعدين يموت. زين طيب خلي استاذ حيدر لك الجو، تفضل. هو انا اسئله انه لصديقي العزيز مؤمل، شنو يعني هو مناشدته، شنو رايه، شنو يريد؟ والله اللي نتمناه هسه حاليا النواب، اغلب النواب نراسلهم ونتواصل وياهم، يعني نشكرهم ساعدونا وموافقين ومؤيدين، قالوا بس القرار يصعد المصطفى الكاظمي مجلس النواب، بس يطي بيه كتاب الوزير التربيه راح نوافق عليه. اللي هو شنو؟ نريد معدل تراكمي الاختياري، يعني للتدقيق الاختياري. أنا وافق عليه. متراكم التربية تقول لك هذا غير رصين وما نقدر نعتمده، والجامعات العراقية ما بيها امتحان دخول للتراكمي، وأيضا الدول المجاورة ما تعتمد على التراكمي، يعني راح تسبب لكم مشكلة. هسه الدول المجاورة مثلا، هسه أغلب أستاذ تسمعني أستاذ، أغلب الدول المجاورة هسه حاليا أصدقائي دي يقدمون على روسيا وعلى تركيا. بتركيا امتحان يوس دي يسوون، إذا يسوون امتحان قبل دخول الجامعات، يعني ماكو أي فرق كرسالة تعليمية. أول تالي إذا أدرس بأوروبا أو بتركيا أو بروسيا راح يسوون امتحان قبل الدخول. بس هذا 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 امتحان مسبق، معد مسبق، والجامعات معتمدته من سنوات، يعني ما طلعوه بزمن كورونا. يعني صعب انه يعني قبل تروح تخاطب الوزارة التعليم العالي وتعالوا افتحوا لي امتحان للي ممتحنين تراكمي. انا جدا اشكرك مؤمل لانه الوقت ضيق، خلينا ننتقل الى رنيم بعدين ارجع للاستاذ حيدر. مرحبا رنيم. الو مساء الخير. مساء الخيرات. شلونك استاذ؟ الله يخليك. طبعا نشكر قناه فلوجه لاستضافتنا هاي ثاني مره، طبعا بس هي القناه الوحيده اللي توصل صوتنا. استاذ احب اوصي يعني انه احنا صار لنا شهرين تقريبا جاي ناشد وزاره التربيه يا بحسبونا معدل تراكمي هو هذا حل وحيد للطلاب، يعني احنا صار لنا هسه تقريبا الناصريه من الزياره مات محرم دوام نلقيت أسبوع وراها جت التظاهرات 4 أشهر أطلع بالبيت وراها جت كورونا ظلينا 5 أشهر بالبيت، إحنا ما شفنا مادة تمام؟ ما شفنا مادة ولا درسنا منهج ولا شفنا مدارس ولا فد شيء، إحنا جايين نطالب من عندكم يا وزارة التربية، يا وزارة التربية المحترمة الموقرة، نريد منكم معدل تراكمي اختياري لكل الطلاب، يعني هو كيف الطالب يمتحن أو لا؟ إذا على مود أنتم تقولون تزوير وما أدري شنو، هي الدرجات من تصعد البصمة للطلاب، الدرجات تلقائيا الرابع والخامس تصعد للوزارة بمنطقة الصالحية تحديدا، إذا الدرجات هم يخافون عليها، أما إذا يقولون المدارس الأهلية ما أدري شنو، هم عندهم درجات السادس ابتدائي والثالث متوسط هو هذا حل وحيد، أنطيك ضمان 100%، وش تريد أنطيك؟ ها؟ شو تريد يعني شنو؟ أنطيك الامتحانات ما راح تصير 1/9. الامتحان راح تتأجل يوم بعد يوم. التربية تدري إنه خطر الطلاب الامتحانات تصير بهذا الشهر. زين. التربية بتعرف الخطر علينا، بس هي شنو؟ هي مشكلتهم ما تخاف على الطلاب. استاذ الرسالة العراقية على الشهادة ما أدري شنو يحكون عليها. طيب. أنا أشكرك آية. الوقت مر، أعتذر. عفوا رنيم، استاذ حيدر، يعني رنيم تقول يعني أنتم ما تهتمون بالطلاب، هذا الحكي صحيح؟
سيدي العزيز، هسه انا راح يعني هسه هو هي تقول اجلتوا الامتحانات لانه تقولون فايروس ما تسوي الامتحانات، اذا هذا جاء من خوف لو جاء من اصرار وزاره التربيه على انه تنفيذ ارائها ومقترحاتها وقراراتها. اليوم هذا دليل واضح على انه وزاره التربيه وزاره تتشاور مع مجلس النواب، مع خليه الازمه، مع وزاره الصحه باتخاذ القرارات. زين. تحدثنا عن التراكمي ما له علاقه، يعني ما حد يتحدث اي شخص من وزاره التربيه لن يتحدث عن تزوير وعن مدارس اهليه، تحدث بعباره صريحه التراكمي يؤذي كثير من الطلاب، وسبقا في عام 2017 تقدم لهيئه الراي وهيئه الراي رفضت المقترح لعدم جدوى هذا الموضوع، حتى مو احنا نقول كورونا ولحد هذا الموضوع، هذا اللي تحدثنا عنه. بما نتحدث عنه قبل قليل الصديق العزيز الزميل الحبيب الاخ مؤمل حينما يتحدث عن طبيب يصاب بكورونا، صديقي الطبيب يتعامل مع المرض، أنت تتعامل مع ورقة وقلم ومساحة ومخطاطة أنت جايبها من بيتك، أنت جايبها وياك، يعني فرق، أنت لست طبيب تتعامل مع المرضى حتى تصاب بفيروس كورونا. اليوم إذا نتحدث طبيب مصاب بأزمة كورونا، المفروض 37 مليون عراقي كلهم مصابين بكورونا في ظل هذه الظروف. هناك أسواق اليوم، واليوم الدولة تتجه نحو الانفراج حينما تخلص ساعات الحظر إلى 9:30، حينما تبدأ بافتتاح المطاعم والمولات حتى وإن كانت في ساعات محددة، إذن هي نحو انفراج، إذن هي نحو تعايش. اليوم كل إنسان هو قادر وواعي على حماية نفسه. الامتحان مثل ما ذكرنا، الامتحان هو مقياس لذكاء الطالب وخبرة الطالب واستحقاق الطالب بما يحصل بعدها من معدلات ومن تأهل ومن قبول في الجامعات العراقية. هذا الموضوع اللي نتحدث كل الطلاب سواسية لدى وزارة التربية. كل الطلاب أنا شخصيا لديهم أصدقاء، كل الطلاب أتمنى لهم التوفيق، أتمنى لهم السلامة لهم ولأخاليهم. يعني اليوم مو أنا إذا شخص بس أعرفه أتمنى له السلامة أو أخاف عليه، بالعكس أخاف على الكل. كل شخص، وجودكم أنتم الطلبة، وجودكم في هذه الحياة مهم جدا، أنتم تحملون رسالة اطمئنان للشعب كامل، أنتم هناك أجيال تعلق عليكم أمنيات في السنوات المقبلة، قادرين على صياغة قوانين جديدة تحمي الشعب، قادرين على صياغة أنظمة جديدة للتعليم، أنظمة جديدة للصحة، أنظمة جديدة للتجارة. الأمل احنا كبير أستاذ حيدر، نتمنى لك لجنابك السلامة ولسعة صدرك على هذا الشرح الوافي، نتمنى لك السلامة وإن شاء الله لجميع الشعب العراقي ولطلابنا الأعزاء السلامة من فيروس كورونا، ويمتحنون أدون امتحاناتهم بأتم وجه وبكل صحة. جدا ممتن منك أستاذ حيدر فاروق المتحدث باسم وزارة التربية. سجاد سالم من بغداد، مرحبا سجاد. محمد حبيبي حياك الله سجاد، تفضل. ألو، السلام عليكم حبيبي. وعليكم السلام، تحياتي لحضرتك وكل كادر البرنامج وأيضا للأستاذ حيدر فاروق، أتمنى يكون بعد موجود ويانا باللقاء. للأسف للأسف. تفضل، شنو مشاركتك؟ أتمنى يكون الأستاذ حيدر فاروق موجود. طبعا احنا أنا يجوز أنا طلع ثاني لقاء أطلع وياكم. أي. أنا سجاد سالم طالب امتحان خارجي صف ثالث متوسط. أنا قبل كل شيء راح أدي كلامي بآية قرآنية كريمة من كتاب الله سبحانه وتعالى، يا ريت لو تسمح لي. بس اختصر لي سجاد لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم من سورة الشعراء، مو هذا كلام جدا مهم أستاذ محمد، يا ريت لو تعطيني الوقت. ما أقدر يعني هذا وقت كله ده يروح سجاد. الله يخليك. مو أستاذ محمد، يعني الموضوع جدا حساس وما يتحمل. تمام، بس اسمح لي أترجاك. بس فوت بالموضوع هسه. من باب الأخوة، من باب الوطنية، اسمح لي. تفضل، يلا تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى إنهم في كل واد يهيمون، وإنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا زين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العلي العظيم. البارحة لجنة التربية النيابية اجتمعت بوزارة التربية وبوزير التربية وبالوكيل وبرئيس مديرية الامتحانات، بعد مناشدات حثيثة ومخاطبات ومظاهرات، والدنيا حرقناها.
صار شهر وانت سيد العارفين بهذا الموضوع زين. والتواصل الاجتماعي كله يدري نطالب نريد نمتحن. الاستاذ حيدر فاروق الناطق الرسمي قبل شويه يتولد يقول هذول الشباب يمدن بهم المجتمع وينهض بهم التعليم ومن هاي الامور. الطلبه صار لهم شهر شهر صار لهم بالشمس يدقون ويلطمون ما يريدون شيء بس يريدون امتحان. هاي اشوف انت هسه شوف كل فئات الطلبه تتصارع بس تريد تسجل الامتحان وطلاب الخارج يردون يمتحنون يريدون ينهضون بالعراق. البارحه السلطه التشريعيه البرلمان هي اعلى سلطه بالبلد هي اللي تخلي القوانين. البارحه بكتاب رسمي وواضح وصريح وبشكل رسمي حددت موعد الامتحانات التمهيديه الامتحان الخارجي يوم 8/8 زين. وايضا وصلنا تاكيد من قبل لجنه التربيه النيابيه على انه الامتحان ما يتاجل لكل فئات الطلبه يعني السادس المتوسط والسادس الاعدادي والسادس الابتدائي. لماذا وزاره التربيه تخرج وتعطي الجدول لطلبه السادس وطلبه الامتحان الباقين ولا تعطي جدول الثالث المتوسط؟ لماذا هذا العناد من قبل وزارة التربية؟ ليش يعني هذا التصرف من قبل وزارة التربية؟ ما بقت وسيلة ما رحنا إلها ما بقت جهة ما. شكرا لك سجاد شكرا لمشاركتك ويانا. كرار حيدر من بغداد. مرحبا كرار. مرحبا أستاذ العزيز حياك الله تفضل كرار. أستاذ أنا واجهت حيدر فاروق ما يقارب قبل أسبوع بالضبط قال امتحاناتكم على رأس القائمة وليس مؤجلة وليس ملغية أي. والأستاذ قيس الكلابي مدير تربية الكرخ الثالثة يطلع ويقول ليس لكم امتحانات يعني الدولة ما عندها رأي ثابت ومحدد إلنا زين. بالذات يعني 360 طالب إعدادي سادس راح يمتحنون يوم 8/8 و1/9 و20,000 طالب سادس ابتدائي وثالث متوسط محروم من الامتحان يعني الفيروس من يريد يصيب يعوف ال 360 ويصيب ال 20,000 يا أستاذ هذا كلام مو منطقي. الكلام المنطقي يقول أنه لازم ال 20,000 يمتحنون حالهم حال الثالث متوسط الحكومي المدارس الطبيعية زين. لأن أستاذ حتى لو ما قبله ندخل شامل ندخل تمهيدي واللي يمتحن نجح خليه نجحوا والرسب الله وياه ما يحتاج مرة ثانية ينجح. لأن أستاذ إحنا جاي نتأذي شخصيا بين عوائل يعني أستاذ ذبت مصاريف ما يكلف المليونين وثلاثة أستاذ من عدا الروحة والجاية والمعاملات طيب. والأستاذ حيدر فاروق نفسي تقل لي يا كرار أنتم موضوعكم جاي نناقش فيه لكم أي. حل والحل راح ينزل هاي الأيام وما نزل الحل كرار موضوع الكلاب. أي عذرا موضوع الخارج إن شاء الله أيضا راح نفتح بحلقة أخرى حتى نعطيكم مجال أكبر تعبرون عن رأيكم بل كنشكل ورقة ضغط على الوزارة بأنه تمتحنكم لأنه أنتم حقكم مثل حق باقي الطلاب أن تمتحنون وتقدمون وهذا حقكم يعني ليش أنتم تتأجلون لسنة أخرى وباقي الطلاب يمتحنون. أنا جدا أشكرك وخليك على تواصل ويانا كرار ونعتذر من بقية المتصلين لأنه وقت ما عندنا. خلينا ننتقل إلى الملف الثاني كرار خلينا ننتقل إلى الملف الثاني. الملف الثاني راح نتحدث اليوم عن الامتحانات وكذلك التخرج في الجامعات وبسبب فيروس كورونا يعني تم هناك الكثير من الأمور اللي راح نناقشها بعد الفاصل. مثل ما ذكرت لكم مشاهدي الكرام يعني موضوع التخرج كان يعني ربما منقوص هذه السنة بسبب جائحة كورونا فهاي الفرحة ينتظرها الطالب بفارغ الصبر طيلة مدة دراسته. تعددت أساليب الطلبة في الاحتفال بلحظات التخرج وكل سنة يطالعنا الخريجون بأفكار جديدة. ففي جامعة الأنبار مثلا كلية التربية للعلوم الإنسانية قرر الخريجون من قسم الجغرافيا العام الحالي وبسبب جائحة كورونا اللي قيدت الطلبة من الاحتفال بتخرجهم رغم أنهم جمعوا تكاليف حفل التخرج قبل جائحة كورونا قرروا أن يحولوا تكاليف هذا الحفل إلى مبادرات خيرية. خلينا نتعرف على فكرة الطلبة في هذا الفيديو. الصراحة كنا ننتظر منذ سنوات الأربعة الماضية إلى هذه الأيام اللي هي حفل تخرجنا ولكن قدر الله ما شاء من أثاء أزمة كورونا العالمية. كنا ننتظر ومنذ الكورس الأول لجمع الأموال لإنشاء حفلة
اللي هي تضم أهلنا وأصدقائنا وأقاربنا وأساتذتنا الأكارم، لتكون الفرحة الكبيرة لنا اللي هي عندما تكون تتخرج أستاذ، كلمة أستاذية. لكن قدر الله ما شاء ولم تنجح هذه بسبب أزمة كورونا العالمية. اتخذنا خطوة اللي هي مبادرة من بعض الطلاب إلى جمع هذه الأموال قبل التخرج وإنفاقها في سبيل الله للفقراء والمساكين. ومن هنا ندعو بعض الأقسام إلى اتخاذ نفس هذه الخطوة الجيدة وإنفاق الأموال في ظل هذه الظروف العصيبة. الآن للنقاش هذا الموضوع وياي محمد الرحيم جاسم، طالب في قسم الجغرافيا، وأيسر فخري عباس العيساوي، ممثل عن دفعة ليس لنا حدود فالعالم وطننا، هذا اسم الدفعة. خليني أتكلم مع محمد. مرحبا محمد. محمد، تحية لك ومشاهديك الكرام. نعم أسمعك. حياك الله محمد. هاي الفكرة شلون اجتكم محمد؟ تحية لك ولجمهورك الكريم. يا هلا بيك. نعم استاذ، بدايه الكورس الاول كانت لنا يعني وقفه لتعرض حضرتك بمراسيم التخرج ومراسيم احتفالات التخرج، فقمنا بجمع الاموال منذ الكورس الاول لاستعدادات التخرج من حجز قاعات وما الى ذلك وتجهيز تجهيزات التخرج كامله، ولكن لظروف هذه للظروف الصعبه التي اراهنا في هذه المحافظه والعراق التي حصلت مؤخرا، نعم، دعتنا إلى تأخير مراسيم حفل التخرج وإلى امتناع من الاحتفال، فكان الاحتفال في داخل البيوت لضرورة الحماية من فيروس كورونا والالتزام بالتعليمات الصحية من وزارة الصحة. نعم. فكان يعني جمع الأموال هذه مبادرة من ممثل الحفل أيسر العيساوي زميلي في الدفعة، دفعة ليس لنا حدود في العالم وطننا، بالتبرع بهذه الأموال إلى الفقراء والمساكين لكل محتاج في هذه الظروف العصيبة. زين، خلينا أنتقل لأيسر. أيسر مرحبا بك. أيسر. نعم أسمعك محمد. حياك الله أيسر. أيسر يعني أنتم كدفعة تخرجتوا 2019-2020 ولقيتوا بوجهكم فيروس كورونا وما تقدرون تتخرجون، شو ناويين تسوون؟ نعم استاذ محمد، تحيه لك وللمشاهدين. يا هلا بك. نحن ننتظر مع فارغ الصبر لهذه اللحظات من اجل الفرحه الكبيره مع اساتذتنا واهلنا واصدقائنا في حفل التخرج طيله هذه الايام السنوات العديده من الدراسه. نعم. ولكن بسبب هذا الوباء قمنا بجمع هذه الاموال التي كنا مخططين لها منذ الكورس الاول من اجل انشاء حفل التخرج وهي في بدايه الكورس الثاني، لكن بسبب الظروف التي داهمتنا من أزمة كورونا العالمية قمنا بجمع هذه الأموال من كل الطلاب المشرع الحال إلى تقديمها، لا نجد يعني حل سوى أنه نقدمها للفقراء والمساكين وتكون لهم صدقة جارية في رغم هذه الظروف العصيبة المتواجدة فيها ولو الكثير اليوم محتاجينها. نعم. فقمت بتوزيع هذه الأموال على شكل أموال وبعضها على سلة غذائية. نعم. الكل كان مرحب بهذه الفكرة لو أكو من اعترض. كل كان مرحب بها ترحيب جيد. نعم. نعم. ومن هنا أدعو بعض الأقسام إلى التجاء نفس هذه الخطوة الجيدة. نعم. محمد. نعم استاذ محمد. نعم. طيب محمد، أنتم كدفعة في قسم الجغرافيا أيضا نفس الموضوع إنه ما راح تقدرون تخرجون بسبب وجود فيروس كورونا، أقصد ما تقدرون تسوون حفل تخرج. يعني هذا يضركم لو اهم شيء عندكم انه انتم لا احنا نجحنا وكانت دفعه قويه وبالعكس يعني تحدي هذا الفيروس هو داخل العمل وفي السوق وليس في الاحتفال. نعم استاذ، الصراحه يؤسفنا انه عدم الاحتفال مع الاهل والاصدقاء، يعني مسيره 16 عام منذ الدراسه الابتدائيه والمرحله الجامعيه، يعني ننتظر هذه ختاميه يعني مسيره دراستنا لمده 16 عام اختتامها بحفلة مع الأهل والأصدقاء لتكون أستاذ جامعي أو أستاذ تتخرج، يعني تدخل طالب إلى الجامعة وتتخرج أستاذ تحت أيادي عمالقة يعني كدكاترتنا الأعزاء، تحية لهم. ولكن في ظل الظروف هذه العصيبة لا يمكننا الاحتفال، ودعتنا هذه الفيروس كورونا وهذه الجائحة إلى الاحتفال في المنازل
يعني اغلب الطلاب سووا احتفالات في المنازل مع الاهل والاصدقاء. للشعور بالفرحه ولو مجرد قليل، يعني للشعور بالفرحه بمناسبه التخرج. ولكن ان شاء الله ان شاء الله في الايام المقبله او الفترات التي تتلي ما بعد كورونا وتحسين الوضع الامني والاقتصادي في البلد، سيكون لنا هناك حفله ان شاء الله ان شاء الله بعد هذه الفتره العصيبه واجتيازها باحسن حال ان شاء نعم. الله. دكتور احمد فليح اللهيبي رئيس قسم الجغرافيا ايضا ينضم لنا، مرحبا بك دكتور. مرحبا بك، اهلا وسهلا. حياك الله دكتور. يبدو انه ما شاء الله القسم عندكم عنده يعني تطلعات وابداعات اخرى، يعني ما وقف موضوع التخرج. شلون تدعمون الطلبه في هكذا اعمال؟ يعني حولوا فلوس التخرج الى يعني موضوع خيري طول الناس للفقراء. نعم، اولا اشكر قناه الفلوجه، قناتنا وقناه اهلنا الموقره وجميع كادرها وادارتها العليا على يعني تحت هذه الفرصه للتحدث اولا مع يعني طلبتنا الاعزاء، وليس فقط طلبة قسم الجغرافيا، كل طلبة جامعة الأنبار الأعزاء. يعني في الحقيقة الطلاب يعني أفرحونا في هذه يعني في هذه المبادرة. طبعا هذه المبادرة يعني التي أقدموا عليها في الحقيقة هي يعني تكريس لتأصيل القيم يعني السامية لمجتمعنا، المجتمع الأنباري والمجتمع العراقي، في يعني دعم اهلنا اللي ادت جائحه كورونا، يعني خصوصا يعني العوائل ذات الدخل المحدود وكل محتاج، فاثروا على انفسهم بعد ان يعني جمعوا مبلغ من المال لاقامه حفل للتخرج. وطبعا المبلغ ليس بالقليل، والاكبر من هذا هو يعني القيمه المعنويه لهكذا مبادره. وطبعا يعني نشد على يعني شعورهم يعني بالمسؤوليه. نعم. تجاههم وتجاه يعني ابناء محافظتهم في ظل هذه الجائحه وانقطاع السبل. طيب دكتور، انتم كقسم الجغرافيا شلون نعم. كان تعاملكم مع الطلاب خلال فتره الجائحه كتدريس ك يعني تعليمهم على الموضوع التباعد الاجتماعي؟ شلون يعني تخلوا لهم اسئله؟ شلون تتواصلون وياهم؟ نعم، يعني في الحقيقه في يعني اول ما بدت يعني هذه الجائحه كان هناك يعني قرار من رئاسه الجامعه بانه هذه الازمه يعني ستطول. نعم. واحنا عندنا يعني ابتداء تجربه في التعليم الالكتروني في الدراسات العليا من خلال يعني برامج الكلاس روم ودمودو. نعم. فيعني صار القرار انه نغتنم الفرصه والوقت ونتواصل مع طلبتنا بكل انواع التواصل الاجتماعي. نعم. وبالنهايه راح تتركز في المنصات الالكترونيه الرسميه العالميه وهي الكلاس روم. فالحمد لله استطاع كل طلبتنا، طبعا وعدد القسم يعني كبير من الطلبه بحدود يعني الفعلي بحدود 601 طالب، استطاعوا ان يعني يتواصلوا مع اساتذتهم وفق جداول باستئناف المحاضرات وتاديه الامتحانات. قمنا ايضا بامتحانات تجريبيه يعني حتى يتدربون على كيفيه الاجابه على نماذج الاسئله الالكترونيه وكل حيثيات الموضوع من يعني واداره يعني الحسابات وما شابه. ظهرت بعض المشاكل في البدايه، لكن بفضل الله ويعني وجهود طلبتنا الاعزاء وجهودنا واصرارهم على مواصله وانهاء هذا العام الدراسي استطاعوا ان يتغلبون عليها. والحمد لله يعني الامتحانات كل الطلبه استطاعوا ان يؤدوا الامتحانات بنجاح وبسلاسه وما لاقينا اي مشاكل بفضل الله. جاي. ايسر، انتم كطلاب خلال جائحه كورونا وتوقفت الدراسه في بعض المناطق والمحافظات من العراق، شلون يعني واكبتوا هذا الموضوع وشلون اثر عليكم كطلاب؟ عفوا السؤال لي ولا لا؟ عفوا 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 دكتور، انا دا اسال ايسر واحد من الطلبه ويانا. نعم تمام. ايسر تسمعني؟ نعم اسمع استاذ محمد. سمعت السؤال لو اعيدك اياه؟
صاحب أيسر. نعم اسمع أستاذ محمد. أيسر أنتم كطلبة أي أنتم كطلبة في جامعة الأنبار شلون واكبتوا الأحداث؟ وكذلك كان هناك توقف للدراسة في بعض المحافظات العراقية، بعدين جت جائحة كورونا واضطريتوا أنه تتعلمون أونلاين. هذه التجربة احكي لي إياها، شلون واكبتها وشنو شو استفادت منها؟ نعم أستاذ محمد، أولاً هذه التجربة كانت هي الأولى منذ سنوات، يعني ماكو هيك تجربة، إنها تجربة جديدة قد حدثت، ولكن بفضل الله وفضل أساتذتنا الأكارم بعد التواصل الجيد معنا قدرنا أن نجتازها، وذلك ربما أن بعض الصعوبة اللي واجهناها، لكن بجهودهم الحثيثة معنا والتواصل قدرنا أن نجتاز هذه المرحلة. ولكن والحالياً أن اكتسبنا قد مهارة جديدة عن الدراسات الأولية وبعض الدفع السابقة اللي هي الدراسة الإلكترونية، وحالياً نقدر يعني أن نضيف المرحلة الثانية وندرس إلكترونياً وندرس كذلك في الثانوية وفي المتوسطة من خلال الدراسة الإلكترونية، وهذه تعتبر مهارة اكتسبناها جديدة في ظل الدراسة. طيب محمد توافق زميلك أيسر بهذا الموضوع عن الدراسة الإلكترونية؟ نعم موافق. يعني شفت أنه كانت ناجحة أثناء فترة كورونا، استفاديته؟ لكل مشكلة أو لكل ظرف هناك، يعني لكل ظرف عصيب أو مشكلة هناك حلول أو فرضيات. فاستطاعت الجامعة أن تفرض هذه الفرضيات أو الحلول إلى أكبر قدر ممكن من اجتياز هذا الظرف العصيب. وحدث هذا في من خلال منصات التعليم وغيرها، إدمودو، لتعليم التواصل مع الطلاب، وكان القسم على يعني محمل الجد في ذلك الأمور لحل مشاكل الطلبة وتوعيتهم واختبارات الإلكترونية ما قبل الامتحانات، تأدية الامتحانات بشكل سليم، تأدية الامتحانات النهائية بشكل سليم. فكانت كل هذه خطوة جيدة من قبل رئاسة القسم والكادر التدريسي الموجود في قسم الجغرافيا، شكر موصول لهم وجزيل الشكر. فكانت هذه مهارة جيدة مثل ما أسلف زميلي أيسر، فكانت خطوة موفقة واستفدنا من هذه الخطوات التعليم يعني الإلكتروني بشكل جيد. نعم، خلينا أسأل الدكتور أحمد بسؤال أخير وباختصار لو سمح الدكتور، شلون تشاركون فرحة الطلاب بتخرجهم، وخلينا نقول هذا تخرج منقوص يعني ما راح يسوون حفلة وما إلى ذلك، شلون تشاركوهم به؟ يعني كان في الحقيقة كانت عندنا يعني تحضيرات يعني بيهم قبل يعني جائحة كورونا، لكن نقول لهم يعني نحن يعني مسرورين جدا بوصولكم إلى هذه المرحلة، يعني ووضع يعني أقدامكم على أعتاب النهائية لمشواركم الدراسي، ونتمنى لهم كل التوفيق. ونحن مسرورون معهم ونحتفل معهم بأي طريقة ممكن أن يعني تعبر عن فرحتنا وسرورنا ويعني فخرنا بهم. شكرا لك دكتور أحمد فليح الهيبي رئيس قسم الجغرافيا، وكذلك الشكر لمحمد الرحيم جاسم طالب في قسم الجغرافيا، وأيسر فخري عباس العيساوي ممثل دفعة لنا ليس لنا حدود فالعالم وطننا. ختاما يقول الكاتب المصري أحمد خالد توفيق: اعمل الخير وارمه في البحر بشرط أن يراك أحدهم، وأنت تفعل ذلك عندها سيخبر الآخرين أنك لا تفعل الخير فقط بل وترميه في البحر أيضا. ويقول مثل تركي: اصنع جميلا وارمه في البحر، فإذا تجاهله السمك فإن الله يحفظه. السلام عليكم.